السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. المواجهة القائمة معقدة متعددة الجوانب، ليست مواجهة بسيطة بالمعنى، وإنما الواقع المستبد بتركيباته المختلفة يحتاج إلى مواجهة سياسية، مواجهة فكرية، مواجهة ممكن تسميتها في إطار العام مواجهة حضارية بين التخلف والرجعية والاستبداد والانتقاص من إنسانية الإنسان، وبين التطلع إلى مستقبل يخلو من كل هذه السلبيات. مواجهة لم نبتدعها في البحرين، كانت موجودة في كل مكان. موجود من يؤمن بالتمييز العنصري ويدافع عنه في جنوب أفريقيا، موجود من يؤمن بحق بالدم الأزرق في تاريخ معين من الصراع، موجود من يؤمن بالعبودية في أمريكا وفي بريطانيا وفي بقية البلدان، ومن يؤمن بالحرية والمساواة بين الناس. هذا النوع من الصراع الذي نعيش في وطننا بأبعاده المختلفة يحتاج إلى وسائل مختلفة في مواجهته. واحدة من هذه الوسائل هذا الأسلوب الفني الذي يقدم فيه شعب البحرين عبر هذا الفيلم، عبر متحف، عبر معرض، عبر قصيدة، عبر نشيدة، عبر كذا. نقدم أنفسنا شعب متحضر، شعب يتقن استخدام وسائل متعددة للوصول إلى هدفه، وسائل سلمية حديثة متطورة. الشكر إلى الأحبة القائمين على هذا العمل، والذي انتهى بأمل أن تشرق شمس الحرية، شمس الكرامة، شمس العزة. وهذا أمل وفقا إلى القياس التاريخي، إلى سنن الله في الأرض لا بد وأن يتحقق. ستنجلي هذه الغمة عن هذا الشعب، وسيتمتع أبناء هذا الشعب بالكرامة والعزة في وطنهم وبالحريات الإنسانية، وسيديرون بلدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختصر علينا هذه المسافات الزمنية، وأن يوفق هذا الشعب إلى الوصول إلى هذه اللحظات في أسرع ما يكون، وإلا هي نتيجة حتمية، نتيجة إلى نضالات الشعب استمرارا، صمودا، ابتكارا، تنوع أساليبه. لابد وأننا سنصل إلى قهر فكرة العبودية، فكرة الاستغلال، فكرة الاستئثار، إلى المبادئ الإنسانية التي استقرت في العالم، كرامة متساوية إلى الجميع، نظام إنساني بدل النظام العبثي السائد في وطننا ومحيطنا. نظام إنساني يعني يقوم على أساس الإنسانية، على أساس العقل، على أساس المنطق، على أساس المحاسبة، على أساس سنن التاريخ الماشية. نحن خارج التاريخ، سيأتي يوم من الأيام تشرق الشمس، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون قريبا. شكرا إلى الأحبة الذين قاموا بهذا العمل، وفرج الله عن المعتقلين منهم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته.